السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد اللي فيه واحد الاكسبيرتيز دونك لقيتها فرصه بانني نشوف هذا لو سيركو فريغوريفيك ديال واحد الكروبا او غلاسي دونك عندنا الكروبا او غلاسي فيه دو كومبريسور دونك عندنا جوج ديال لي سيركو فريغوريفيك عندنا لو كومبريسور الفلويد فريغوريجين ديال هذا الكومبريسور او هذا لو سيركو اون جينيرال هو R134A هو الريفريجيران la partie de refoulement qui est le four, voilà, il y a de la ligne ici. Refoulement, tu trouves le séparateur d'huile, bon, séparateur d'huile. Après, le vapeur qui roge maintenant, ou qui mèche, ou qui trouve le distributeur d'huile, d'huile condenseur. Le condenseur, ouais, bien sûr. دونك الروتور ديال الزيت تيمشي في هاد لالين هادي تيضرب واحد الدوره باش كيرجع هنايا للكومبريسور ابري عندنا لا سورتي ديال الكوندنسور هي هادي دونك تدخل لنا الفلتر ديزيدراتور ابري عندنا ديتوندور الكترونيك ابري تيدخل لنا لي شانجور اولا لي فابوراتور ا او دونك هذا عندنا ايفابوراتور ا او دونك غنوريكم من لوتر كوتي دونك هذا هو ليفابوراتور دونك بالنسبه ليفابوراتور غيبان لكم جوج ديال لي زونطري حيت ديجا قلنا كاينين جوج ديال لي سيركو فريغوريفيك يعني جوج ديال لي كومبريسور جوج ديال لي كوندونسور وجوج ديال لي ديتوندور ولكن ليفابوراتور واحد يعني هو اللي جامع هاد لي دو سيركو فريغوريفيك دونك عندنا جوج ديال لي ديتوندور هذا ديال السيركو الاول وهذا ديال السيركو الثاني بالنسبه لاسورتي او لاسبيراسيون يعني لاسورتي ديال ليفابوراتور باش ترجع للكومبريسور راه هي اللي في الجهه اللي من له احنا نمشيو نشوفوها دونك فوالا هذه هي لاسورتي ديال ليفابوراتور وهي لاسبيراسيون اللي كترجع للكومبريسور دونك لاسبيراسيون الاولى هي هذه لاسبيراسيون الثانيه راه هي هذه الغدا الدوزيام كومبريسور دونك هنا عندنا هاد لي دو كابتور دونك هاد لي دو كابتور بحال البولب ديال ديتوندور تيرموستاتيك غير هذا الكترونيك دونك هذا يعني هاد لي دو كابتور تي كونتروليو لا سيرشوف باش كيتحكموا هما تيصيفطوا غير لافورماسيون يعني بيان سور يكون ريغولاتور وهو اللي تي كوموندي في ديتوندور يعني في لوفيرشور والفيرميتور ديال ديتوندور بحال ديتوندور تيرموستاتيك عنده واحد البيبل تي كونترولي لا سيرشوف وعنده واحد البوانتو وواحد المومبران راه ديجا كاينه فيديو اللي شرحت فيها يعني الفونكسيونمون يعني تقريبا نفس لو برينسيپ سواء يعني يكون لو تيب ديال ديتوندور كما بغا يكون راه تيبقى ديما نفس لو برينسيپ دونك تتبدل غير لا تكنولوجي وصافي دونك ابري ما شفنا لا بارتي فريغوريفيك غنشوفوا لا بارتي هيدروليك دونك في لا بارتي هيدروليك عندنا ديبار ديال لو غلاسي وعندنا الغوتور ديال لو غلاسي دونك في ديبار كاينين لي بومب دونك كاينين 3 بومب جوملي وعندنا 3 ديبار 3 ديبار غاديين على حسب لي زون اللي كاينين في هذا الباتيمو هادي الوغ عندنا ان فان ديال ليزولمون عندنا اونتي فيبراتيل يعني اللي كتكون اونتر لو ريزو هيدروليك و غروبا او غلاسي عندنا ترمومتر عندنا مانومتر بيان سور لي فان ديال ليزولمون ديال لي بومب كاينين اون امون و اون افال دونك فوالا هما هادو ولي اونتي فيبراتيل ديال لي موتور اولا لي بومب باش يابسوربيو هذاك الموفمون ديالهم دونك عندنا في الغوتور بيان سور كاينين دي فان ديال ليزولمون باش تقطع كل غوتور يعني على حساب لوريزون عندنا ترمومتر عندنا مانومتر وعندنا فلو سويتش داك هو الفلو سويتش وعندنا فلتر اتامي وعندنا اونتي فيبراتيل هي هذيك لي اونتر الفلتر اتامي والفلو سويتش هذه هي الاونتي فيبراتيل و صافي جو بونس هادشي اللي كاين فاز ديكسبونسيون بالنسبه للفاز ديكسبونسيون يعني حاطينه بطريقه عشوائيه نورمالمون خصو يكون بيان فيكسي يديروا ليه البلاصه ديالو ويقادوه انا راه غير حاطينه يعني فوق هاد لي غيزو هادو ديال لو حتى لا مانيير باش يعني باش مبرونشي صراحه ماشي هي هذيك دونك عندنا دو لا ريفي ديال الرومبليساج ومدخلينها في الفاز ديكسبونسيون وعاد مدخلينا في الكوليكتور وعندنا اون فان بارفوا تلقى ديك لا فان مسدوده ولا يقدر يسدها شي واحد دونك لوتيليتي ديال هاد الفاز ديكسبونسيون ما خداماش او موا خاصها اون كلابي اونتي روتور بعدا او موا
Ou normalement, je préfère le remplissage automatique, c'est mieux. Voilà, l'antivibratif, le glucom, le flow switch, ou le filtre atomique. Donc voilà, tu vois les gens. Je vous remercie de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier.